السلام عليكم بنات، رمضان مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والعافيه. انا اليوم غادي نبارطاجي معكم هاد لو فيشي 89 اللي انا صراحه جربت، ولكن جربته البنات ما نكذبش عليكم قبل ما نشريه. هادو بعدا راهم سي دي زيشونتيون تيتعطاو في لي بارا فارماسي، حتى نقول لكم البنات. دونك هاوما انا عندي هنا البنات، هنا الا لاحظتوها عندي انا هنا كميه ديالهم، دونك كانوا عطاوني انا بزاف. بقاو لي البنات هادو، كل وحده فيهم البنات فيها 1.5 ام ال، دونك راه تقريبا كدي لي انا جوج ديال لي زابليكاسيون، كتدي لي جوج كتحل البنات من هنايا من هاد الراس هذا بهذه الطريقه هذه كنحلها. انا عندي ديجا شي وحدين ها هما محلولين، مي هادي غنحاول نحلها. ها هي البنات كتحل من الراس ديالها. ها هي البنات، انا غنبارطاجي معكم لي ديتاي ديال هاد البرودوي هذا اللي عجبني فريمون، عجبني البنات. وانا كما كنقول لكم ديما، حتى كنجرب البرودوي شحال من مره، هانتوما هادو راه كلهم محلولين وراه كانوا عندي بزاف لي اهم، يمكنليش نخليهم كاملين صراحه، راني رميتهم. المهم ها هي هادي اللي عامره دابا انا حليتها هي، وعطاوني هادو بقاو عندي دابا تقريبا راه كوميم هادي كونتيتي، لان قبل ما نشريها انا البنات انا قلت لكم في البارافارماسي كيعطوني البنات دي كونتيتي، كي دي كونتيتي كيعطوني كنشري من عندهم، ديما كيعطوني لي زيشونتيون ديال شي حاجه باش نجربها. دونك البنات فاش كانوا عطاوني لي برومي ايشانتيون ديال هاد فيشي البنات مينيرال، انا ما نكذبش عليكم ديجا انا مبدئيا ما ناخذش المينيرال، لان غادي نقول اولا هذا سيروم، ثانيا هذا السيروم معروف انه كينشف دغيا، دونك غادي نقول للبنات بان فيه الكول غادي ينشف ليا وجهي. دونك مبدئيا ما كنتش البنات غنشريه نهائيا، انا كنعرف غير لي كريم. صراحه ملي عقلت على راسي انا ديما غير لي كريم، انا كما كيقولوا شويه بلديه، دونك بقيت في داك لو سيستيم شي شويه ديال لي كريم، يعني كنفكر في الترطيب كنفكر مباشره في لي كريم، ما كنفكرش انايا كاع في تقريبا في هاد لي سيروم، سورتو هاد لي سيروم اللي بحال لي جيل. انا غنحلل لكم البنات وغادي تشوفوا، دونك ما فكرتش نشري، ولكن كنت خديت البنات واحد الكومبريمي ديال الشعر، وكانوا عطاوني معاه هاد لي فيشي هادو البنات، وعطاوني عاوتاني دي زيشونتيون اخرين. صراحه عطاوني من نيوكس، ولكن انا صراحه البنات هذا ما استعملتوش شحال هو عندي، جربت واحد جوج ولا واحد ثلاثه ديال هاد نيوكس، ما صراحه لاغام نيوكس ما كتعجبنيش بزاف، عييت ما نجرب. جربت ديك الايميلسون ديالهم ديال العسل البنات، ما خدمتليش انا. بعدا جربت عاوتاني البنات هاد ديال لاغوش بوزي، هاد ايالو بي 5، والو البنات نشف ليا وجهي ودار ليا بحال الحكه، وما مشاو لا زعما حتى دوك التجاعيد اللي كيكونوا جي رقي وقين زعما في الحروف جهه، يعني في فلاميميك ملي كتبتسم ولا هذا ما حيدهمليش، يعني هذا كي دار شي 300 درهم زعما لاباس، اللي كانوا عطاوني دي ساشي كثارين اللي قدرت ندير منهم بعدا واحد 20 يوم زعما بدون، وكان كي ومع ذلك انه كان كيحكني، كنت كندير المجهود ان من يعني انني ما نتخلاش عليه، كنقول زعما الا كان غيحيد لي مثلا هاد الشريط اللي حدايا هنا ولا هذا نستعملو، ولكن البنات هاد ايا لو بعدا حتى سميتو ما بغاش تحفظ ليا بي 5 ما دار لي البنات انا شخصيا والو. المهم هي على ديك لي زيشونتيون، لان البنات لي زيشونتيون انا كنقول بان مهمين بزاف. صراحه كيعاونونا وما كيخليوناش نضيعوا في شي حاجه اللي ما غاديش نستعملوها. وعطاوني البنات حتى هاد اونتيليوز ايكرون حتى نهضروا عليه من بعد. يلا بديت كنستعملو، انا ديجا عندي ليكرون ديالي، ولكن بغيت اونتيليوز راه معروف قديم ماشي شي حاجه اللي جديده، ولكن قلت نستعملو بما انك عطوني 30 ولا 40 ساشي كنقول نستعملهم بعدا ما يمشوش ضايعين، منها كناخذ الراي ديالي فواحد الحاجه ومنها ما كيضيعوش. سورتو بحال دابا ليكرون اونتيليوز معروفه نقدر نستعملو ما عنديش فيه مشكل. دونك البنات دونك فوالا هما لي زيشونتيون اللي كانوا انا عطاوني هنايا، عطاوني واحد الكميه اللي خلاتني صراحه نقرر انني ناخذ لو برودوي. دونك البنات انا غادي نحاول غادي نقطر لكم غير من هذا بعدا، ومن بعد غنحل لكم لا بواط. دونك هانتوما البنات، دونك ديجا فاش كيعطوك لي شونتيون راه تبارك الله تا هو فيه ديك 1.5 ام ال، واخا حنا كتجينا قليله ولكن كديري بها جوج ديال لي زابليكاسيون البنات كتهلاي في راسك زعما كتكثري البرودوي. دونك هانتوما البنات هاد البرودوي هذا ها هو كديروه البنات، بصراحه انا يعني والله العظيم الى هاد البرودوي صراحه عجيب عجيب. ها هو دابا كنقيس فيها البنات رطب بحال كتقول بحال شي
شي بحال شي بحال نقولوا حنا الزبده بالمصطلح ديال ديك الزبده البنات اللي كتكون كتبع ديال العبار بحال هكاك، غير هو غادي يختفي دابا ما غيبقاش كينشف البنات. انا غنحل لكم الباكاجينغ تشوفوا هاد لابارتي كلها غادي تنشف. هاد لو جيل البنات صراحه انا كنبصم عليه بالعشرين، هذا فريمون نشريه ونعاود نشريه. مني جربت انا لي زيشانتيون بتاتر كاين البنات اللي غيقول لكم انت تعطيو الكراتوي علاش غتشريه، ولكن هالبنات كيعطوني ديما، ولكن راه ما كيكونش عندهم ديما فيشي مينيرال، بعض المرات كيكون، بعض المرات عاوتاني كيجيو لي زيشانتيون ديال دي برودوي اخرين مثلا يلا بغاوهم زعما زعما عادي تلونسا، وراك عارف شحال ما كيقدم البرودوي شحال ما كيقلى لي شانتيون ديالو. دونك انا بالنسبه ليا كنعطوني واحد الكميه كثيره مني هاد هاد لو فيشي مينيرال 89 كان في لو بيك ديالو، كان في البيك ديالو زعما كان اون بلان لونسمون، واخا هو برودوي معروف في اوروبا ولكن في المغرب ما معروفش عندنا بزاف، يعني كانوا باش يشجعوا شي شويه الناس كانوا كيعطيو دي ساشي. دونك البنات الباكاجين كما كتشوفوا زوين، القرعه زوينه، القرعه البنات فيها 50 ام ال، انا كنظن هنا الكتابه ما غاديش تبان لكم ولكن هنا غتبان لكم البنات فيها 50 ام ال. في لابواط هنايا كاتب فيها 89% ديال الماء المعدني، هذه هي زعما صراحه اعجوبه هذا لو سيروم هذا. واللي بقى البنات كله اسيد ايالورونيك، ومعروف الاسيد ايالورونيك كيمشي نيشان للتجاعيد، يعني البنت اللي فيها التكماش غنقول لها هذا هو البرودوي ديالك، هذا هو البرودوي ديالك. انا يعني بصراحه لاول مره نقدر يعني ناكد بان هذا البرودوي هذا غيحيد البنت لي ريد ديالها، سواء في جهه ديال الفم او لا ما بين العينين. صراحه البنات انا عجبني خطير جدا هذا، انا خديتو البنات هذا ب 200 درهم، خديتو البنات ب 200 درهم. وكاينين دابا في دي بارافارماسي، وانا ديما كنشارك معكم الفائده اللي كيعطيو هذا الفيشي هذا وكيعطيو معاه واحد داك لو بروميزاتور داك لو سبري البنات ديال الماء المعدني اللي كيطرش في الوقت ديال الحراره، كيعطيو معاه واحد لو سبري واقيلا كنظن فيه حتى هو 100 ام ال ولا 200 ام ال، يعني تقدروا تستافدوا من هذا العرض. انا صراحه ما لقيتوش، لقيتو تسالى لان الناس خداوه بزاف. دونك لقيت انا البنات غير لو فيشي، وانا صراحه كنت واقفه على لو فيشي. دونك البنات القريعه ديال الزاج زوينه تري كلاسيك، تقدري تسافري بها، تقدري تهزها في السويك ديالك بحال الربيحه صراحه زوين. هنا كاين هذا لومبو هذا بروتيكتور، هنا ملي كن بلاتي نطلق لكم لو برودوي. انا راني عاد خديتو البنات اليوم، دونك سكي في صراحه حتى هاد الرويس ديالو انا عاد انا كنتعلم معكم نستعملو. دونك ديروا تري اتونسون لانه هو تكف زعما تكب ليا، لانه خفيف خفيف بزاف، خفيف صراحه ها هو هنايا خفيف. وغير ملي تبركو بركو غير شي شويه عليه لانه كيخرج بزاف، يفو فيغ اتونسون. شنقول لكم البنات صراحه انا استمتع كنستمتع صراحه بهاد البرودوي هذا، كينشف كينشف مزيان، ما كيتلصقش البنات، ما كيتلصقش نهائيا. هو كيعطيكم شعور بحال عرفتي البنات داك الكول اللي كنديرو نعقمو به يدينا، نفس الشيء ديالو بالفرق ان هذاك ملي كديريه كتحسي بان البشره ديالك ناشفه، هذا فاش كديريه كتحسي بان البشره ديالك شربات الماء، بحال تقولي يلا خرجتي من الحمام، بحال يلا غسلتي والبشره ديالك شاربه الماء مزيان، فمباشره هذا هو الاحساس. وها نتوما كتشوفوا البنات حتى في الكومبوزيسيون ديالو فيه 89% ديال الماء، وتقريبا 11% ديال الياسيد ايالورونيك. ومعروف البنات بان اصلا الاسيد ايالورونيك راه زعما في الثمن ديالو راه غالي، معروف انا وليتكم انا هاي هذا اللي شفت انايا ديال لا غام جو بونس ديال لا روش، انا ما عجبنيش البنات كيدير 300 درهم. بصح انه كونسونطري كيقول لك راه كونسونطري ما كونسونطري، ولكن انا صراحه ما عجبنيش، دار ليا بحال دار ليا الحساسيه في وجهي وما
صبرتش عليها هو لو بي 5 اللي هذا قلت لكم البنات حتى هو فيه لاسيد ولكن انا صراحه ما استحملتوش نهائيا. كاتبين فيه اونتي ريبولبون كونسونطري وداك الشيء ما كاين حتى حاجه البنات. هذا كنظن اكبر فو فيغ تري اتونسيون لان هذا ولا كيديروا عليه الاشارات بزاف ولكن لا انسى ما كنصحش به بصراحه اللي شراته غادي تشمت فيه هذا. هذا البنات هذا البنت اللي يلاه بدا فيها تكماش. انا كنقول بان البنت تكون غير زعما في السن ديال العشرينات عندها الحق انها تغدي البشره ديالها لان الاسيد الهيالورونيك كيكون في الجلد ديالنا هو اللي كنحتاجه ومع السنين شحال ما كيقل لينا في الوجه ديالنا هو والكولاجين شحال ما كنكونوا متعرضين اننا الوجه ديالنا كيطيح شويه اننا كنبداو نتكمشوا. يعني حنا كنحاولوا في واحد لاج اللي هو مبكر اننا نتعاونوا مع البشره ديالنا باش تحافظ على داك ليلاستيسيتي ديالها ديك الليونه ديالها فواحد السن مبكر. انما الناس اللي عندهم يعني فواحد لاج زايد شويه لا يمنع من ذلك لان هاد لو فيشي 89 البنات كيطلع لي غيد كي ريبولبي. هذا فريمون كتحسي بان بحال دخلتي لداك التجاعيد ديالك ونفختيهم من الداخل. هذا كيبين البنات الفرق. وانا اول مره وبصراحه انا مندهشه جدا ان واحد السيروم اللي كنديرو دغيا كينشف وفخباركم البنات دابا يديرها بقات رطبة عليا من هنايا رطبة واحد الرطوبيه زعما هائله. انا هاد البرودوي عنده شي صراحه عنده شي سكري لان فيه غير لاسيد والماء ومع ذلك ملي كتحيدو كتحس بالجسم ديال يعني لابو ديالك كتحس بها البنات رطبه و اون ميم طون في الصباح ملي كتفيق كتحس بان الوجه ديالك مرتاح. انا البنات غنقول لكم هاد لي فيشي بالنسبه للبنات اللي كيمشيو لي بارا فارماسي وكياخذوا دي برودوي يبقاو ديما البنات يطلبوا لي ساشي ديالهم. لي ساشي ديال فيشي راه اكشوالمون هاد لي ساشي اللي كتشوفوا راهم كاينين في لي بارا فارماسي. الا خديتو من عندهم شي حاجه اي حاجه بسيطه غتقول لهم عافاك الله يخليك راه كتعطيو واحد لي ساشي بغينا نجربوا واحد البرودوي باش الا عجبنا نعاودو نرجعو ناخذوه باش البنات باش نكونوا زعما كاينه. كيعجبني الوضوح لانني انا ما كندير الاشاره حتى شي واحد يعني كنقول لكاع البنات سير طبوا لي شونتيون لا كتعرفوا دي بارا فارماسي كتعاملوا معاهم ولا كتشرو عندهم ديما لان عندهم هاد فيشي حاليا عندهم هاد لي شونتيون هادو. بالنسبه لدي بارا فارماسي تقدروا تلقاوه تساله لان كان عليه واحد الوقيته الطلب بزاف. انا البنات فاش جربته لا السيروم صراحه لا الباكاجينغ ديالو من ناحيه ديال التغذيه كاين البنات اللي كديرو تحت من فون دو تان فون تحت من فون دو تان حتى هو كيجي زوين وماشي يدم يعني حتى بالنسبه للبشره اللي غراس ولا البنت اللي عندها الحبوب ولا هذا زوين زوين صراحه ما كتحسيش به زعما واخا لي كريم الاخرين حتى هما كيتابسوربوا زوينين ولكن هذا ناشف. يعني البنات غادا خارجه الصباح غادا خدامه بغيتي تقدي راسك بغيتي ديري حتى ديري حاجه دير الماكياج ديالك كتخلي لابو ديالك رطبه و او ميم طون انت راكي كتخدمي التجاعيد ديالك يعني كما كنقولوا بحجرين عصفورين. بغيتي ديريها ديروها البنات قبل من الميك اب ديالكم بغيتو البنات ديروه في الليل قبل ما تنعسوا باش زوينه غير ديريه بالنسبه اللي ما كيكونش عندها الوقت كاع باش دير اون كريم وتخليها تنشف. فريمون البنات هذا حتى الدقيقه 90 تبغي تنعسي في الفرج ديالك دوزي على الوجه ديالك وما تنساوش البنات وديما كنشير لهاد القضيه هذه ما تنساوش البنات ديروا في ودنيكم ومن مور ودنيكم لاننا ما عمرنا ما كنديروا هاد الحركه هذه من مور الودنين ديالنا من موراهم مزيان ونديروا في العنق ديالنا لان مهم لان بعض المرات كنديروا غير وجهنا دونك فعاود ما تعطي ديك الفائده بالنسبه للوجه كامل وزعما العنق كتلقى واحد القصه المراه دغيا كيطيح لها عنقها. علاش؟ لانها كانت مولا ربما كدير داك كريم لوجهها وكتنسى عنقها. يعني علاش حنا غادي ندوزو حدا هاد النقطه اللي هي مهمه. وكان كنشير البنات بان في اوروبا خرجوا دابا الحجم ديالو 75 امل تلمون كان عليه الطلب وتلمون الناس كيستعملوه في الوجه وفي العنق كو قرروا انهم يخرجوا فيه الباكاجينغ ديال 75 البنات باش الناس زعما يعني يكون عندها البرودوي وفير بالنسبه حتى الديكولتي بالنسبه للعيالات. حنا كنشوفوا انا شفت في لي فوروم بان كاين عيالات كيديروا في الديكولتي في الصدر ديالهم وداك الشيء باش كيبقى قابط. حنا صراحه في المغرب كنقولوا يا ربي نتهلاو في راسنا من جهه وجهنا ونزيدوا البنات العنيق. العنيق مهم بزاف البنات انا كنوصي به الودينات
الودينات راه حنا كنساوهم والله الا البنات كنساوهم، ما كنديرو فيهم لا كريم، ما كنتهلاو فيهم ما والو. ودنينا راه مهمين، راه بعض المرات الترهل كيجينا البنات من المنطقه الودنيين وحنا كنهملو ديك المنطقه. دونك البنات انا بالنسبه ليا هاد البرودوي هذا بالنسبه ل 200 درهم البنات، انا قلت لكم كاين دي باغ غتلقاو فيها بروموسيون، غتلقاو معاها واحد البروميزاتور ديال الماء تقدروا ترشوا به وجهكم. انا هذا البنات كساسوا تحسن لي ماكياج ولا في الليل يدار. راه قلت لكم البنات شوفوا انا غنعاود ندير لكم هنايا واحد الشي شويه، ها انتم البنات راه زوين، وشوف راه بحال لا جولي كيبقى غادي هابط وكيدخل بوحديتو في لابو، ما تحتاجي كاع معاه شي مجهود كاع. والجميل والجميل في هذا انه صراحه كي ما كيبقاش ملصق بحال لي جيل ديال لالكول اللي كنعرفوه، ولكن بالعكس ملي كديروها البنات كتحسوا بواحد الراحه، واحد الراحه ما فيه حتى شي ريحه مزعجه، ما فيهش شي ريحه، كتحس بان فعلا فيه غير بحال غير الماء، غير هو البنات النتيجه ديالو. انا كنقول لكم شي ابتداء من الاسبوع الثاني البنات، وانا كنقول لكم نعسو بكري كلو مزيان تهلاو في راسكم، ابتداء من الاسبوع الثاني البنات اللي عندها شي تكيميشه في شي جهه غتحس بها بدات كتمشي. وهذا الشيء اللي كنقولوا زعما عن تجربه، هذا سي ان سيروم اكسترا، وزعما كنشكر فريمون ناس ديال لاباغا فارماسي اللي كيعطوني هاد لي زيشونتيون كاملين باش كنجرب لي برودوي، باش ما كنتشمتش في شي حاجه اللي ما غتعجبنيش ولا غنشريها وغنحطها. وانتم عارفين البنات راه كتشري شي حاجه وكتقدر تندم عليها. دونك البنات 200 درهم بالنسبه لهاد لو فيشي. دونك فوالا هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم على لو فيشي مينيرال 89. دونك فوالا هنا كيقول لك بوتونيك ايدغاتي اكلاتون دو سونتي، الوجه ديالك كيولي لامع. البنت اللي عندها لي بور نسيت هاد النقطه نشير ليها، اللي عندها المسام محلولين، راه البنات كيسد المسام غزال، كيسد المسام يعني كيصفي لك وجهك، لان لاسيد معروف انه هو اللي كيدير لنا التوازن ديال البشره، يعني غادي تحصلي على وجه صافي. وداك التكماش البنات ما غاديش يبقى غينقص. بالنسبه للي عندها التكماش يعني صغير ولا يلاه بادي، راه غادي يختفي تماما. كما انا كانوا عندي شي وحدين جهه عينيا كانوا كيديرونجوني شويه، درت هذا الجل هذا مشاو. وكيف ما حتى الام ديالي اللي حتى هي استفدت من هذا السيروم ديما كندير لها حتى هي حقها معايا، صراحه قلوا بزاف وكنحس حسيت بان الوجه ديالها صراحه ارتاح ليها. وهاد لو سيروم البنات انا كنظن بان خصو يكون في حمام ديال اي بنت باغا تهلا وتحافظ على النضاره والشبابيه ديال لابو ديالها. وهانتوما البنات طلبوا من لي باغا فارماسي ديالكم هاد لي جيل هادو، راه فيهم 1.5 امال، وجربوا البنات هاد البرودوي هذا وردوا عليا. هادي ماشي ارناك، وهادي كلها تعاليق من القلب. وانا كنتسنى منكم لي لايك. وبالنسبه للبنات اللي مثلا جربوه وعجبهم يخليو لينا، اللي عندها شي راي تخليه، سورتو البنات دعموني باسكو انا راه كندير هادشي غير لو بليزير. وكيعجبني فاش كنلقى شي لايك زايد كاي بنت كدير لي لي فيديو سور يوتيوب. دونك البنات بالنسبه لي انا غير فاش كنلقى ان لايك من عندكم ولا شي تعليق كنفرح، كنقول على الاقل هادشي اللي كندير زوين، تيعجب الناس، كنفيد الناس، يعني كنتشجع انني نزيد لي فيديو. وانا قلت لكم البنات انني ما كنحط لكم شي فيديو بصراحه حتى كنكون جربت انا البرودوي وعرفته مزيان وخديت عليه اليقين، عاد عاد البنات كنحطو لكم باش كتبقى عندي انا المصداقيه. كيف ما حطيت لكم قبل على زيت جدايل، على ماسكات طبيعيه، على يعني الكومبريمي ديال الشعر ايكوفان ولا فوركابيل ولا هذا، هذوك سي دي برودوي كاملين البنات اللي انا استعملتهم، وكنقولها وانا متاكده وعلى يقين انا سي دي برودوي اللي غتجربهم ما غاديش تندموا عليهم، وغادي ترجعوا يمكن من بعد ما تستعملوا هاد لو برودوي البنات، وغادي تشكروني على هاد لو بارطاج. دونك شكرا بزاف البنات، انا غادي نسد لو فيشي ديالي وغادي نقول لكم ان شاء الله الله يكمل بالخير والله يدخل علينا هذا الشهر الفضيل بالصحه
والعافيه ان شاء الله وبكل ما تمنوا. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غنرجع لكم افيك دي فيديو بوغ دي برودوي ان شاء الله جدادين. الى عندكم دي غمارك ولا تعاليق ولا دي برودوي اللي تبغوا نبارطاجيهم معكم، خليو لي التعاليق ديالكم وشكرا.